حتى أكون واضحا معك وأكون صادقا معك، منذ بداية الانتفاضة وصل جاءتنا عدة رسائل من الأخوة في الجنوب، قالوا لنا ليس من المصلحة الآن أن تتحركوا الآن، لأنه إذا تحركتم ستتهم انتفاضتنا بأنها وهابية وسلفية وبعثية وأفلاقية وقاعدة ودواعش. من المصلحة الآن أن تدعمونا دعما معنويا إعلاميا، ادعمونا لكن لا تشاركوا، لأن مشاركتكم ليس من مصلحتنا. لكنه إذا جاء الوقت المناسب الذي تكون مشاركتنا فيها، مشاركتنا في هذه الانتفاضة مشاركة نافعة وداعمة، ولا ليست هناك أي جوانب سلبية على مشاركتنا، ستكونها محافظتنا في محافظاتنا جميعها في مقدمة المشاركين في هذه الانتفاضة إن شاء الله. بنصف دقيقة دكتور عبد الرزاق، بنصف دقيقة بعد ما عنده وقت، واثق من حكومة الكاظمي والقيادات اللي موجودة بها على المستوى، يعني على مستوى المكون السني أم لا؟ وهل ستكون هناك يعني أنا واثق من حكومة السيد الكاظمي، وأقول أن السيد الكاظمي جاد في عمله، لكن السيد الكاظمي لا يستطيع أن يحقق شيء، لأن اليد الواحدة لا تصفق، لأن الميليشيات قد اخترقت جميع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية بل وحتى المدنية، ولذلك لن يستطيع الكاظمي إلا أن يستعين بأمرين. الأمر الأول هو أن يستفيد من تجربة المالكي عندما استعان شكل مجالس الصحوات واستطاع من خلال عشائر الأنبار أن يخرج القاعدة. الآن يستطيع الكاظمي أن يستعين بأبناء العشائر العراق من الجنوب إلى الشمال من أجل الخلاص من الميليشيات، هذا أولا. أن يحصل ثانيا أن يحظى الكاظمي بدعم، ليش مو بالمؤسسة الأمنية؟ ليش ما يستعين بالقوات الأمنية؟ مشروعه في الخلاص دكتور من الميليشيات. دكتور ليش ما